الأهلي كعادته يخسر وتكبر مشكلته بالمرة اثنين ومرة بالثلاثة، واليوم تطور وأصبح يخسر بالأربعة وكان ممكن أن يصل إلى خمسة. الأهلي مشكلته متعمقة متجذرة بل مبهمة، لا ندري لمن نوجه أصابع الاتهام، اللاعبين النجوم، المدربين الحاليين والسابقين أم الإدارة؟ أما الوصل فهو روح أخرى، كل الأطراف متعاونة. لقاء الأحمر والأصفر، لقاء الفرسان والإمبراطور، لقاء الجيران، هو حقا لقاء الجماهير. أخيرا نحن في أجواء كروية حقيقية بعد أن غابت الجماهير عن مباريات دور 16 في بطولة الكأس. الأسطورة مارادونا والكبير الشهير فلورنس، اسمين لامعين في سماء التدريب، كلاهما يتحدث نفس اللغة لكن لغة المستطيل غير. البداية نارية حماسية بفعل تشجيع الجماهير. جرافيتي لم يقدم بعد أوراق اعتماده كاسم كبير في صفوف الفرسان، وأوليفيرا الوصل غائب لفترة عن التهديف. 7 دقائق مرت كالثواني وإذا بدوندا يرفع الكرة من ركلة حرة، وإذ برأس الخطير أوليفيرا تلدغ الكرة من بين الرؤوس لتدخل في الشباك الحمراء وتهتز المدرجات الصفراء التي ترى بها جمهور من مختلف الأعمار والجنسيات. مارادونا سعيد لكن ورقة التأهل ما زالت بالملعب، وردة فعل حمراء يتصدى لها مايد ناصر ومن أمامه مدافعي الإمبراطور، والطويلة ينقذ مرماه من هدف ثان عندما تصدى لقذيفة بورتا القوية. ودوندا يعود قبل دقيقة من نهاية الشوط ويحصل على فاول ويتقدم للتسديد، يسدد من بعيد، الكرة تسبح في الهواء ترتطم بأحد الأجسام، تتحول يسارا في الوقت الذي اتجه فيه الطويلة حارس الفرسان جهة اليمين، تدخل مرمى. هدف الأمان للإمبراطور، لكن لا أمان في الكأس، فما زال هناك نصف لقاء يمكن أن يحدث خلاله كل شيء. كل شيء نعم، ولكن لصالح الفريق الأصفر الذي أغراه الدم الأحمر السائل، فهاجم في الشوط الثاني بذراوة طلبا للمزيد، وها هو يحصل على المزيد الثالث بتوقيع بورتا في الدقيقة 60، والأسطورة من الفرحة يطير. والرابع من ركلة جزاء تسبب فيها دوندا وهو نفسه من قام بالتسجيل، والغناء والأهازيج في المدرجات الصفراء فرح بالفوز الكبير. والفرسان الحماس وحده لا يفيد، أجانب أقل مستوى من المواطنين، ومدرب على ما يبدو جاء هربا من برد الشتاء في أوروبا. ويا إدارة الأهلي، عليك التدخل في ميركاتو الشتاء قبل أن يضيع كل شيء، إن لم يكن كل شيء بالفعل قد ضاع، والدليل قلب الكابتن عيسى علي الذي لم يتحمل إحراز 5 الأهداف، فوضع الكرة من نقطة الجزاء في يد الحارس الأهلاوي وكأنه يقول حرام كفاية.